رجعنا اعزائي المشاهدين مع اللعب مع الشيطان والنفسيه المصريه. تعالى هنا يا جميل يا متزوج، انت صلي لي على النبي واقعد جنبي كده وقول لي مالك منفوخ كده ليه. نطلع بقى طلعه تهاب الشم من بتوعي ده عشان خاطر انت طلعت تتخانقي مع شكلك. السعاده حالات والحزن حالات، احنا نكمكم في الحزن ده مش طبيعي، وان احنا نعيش في الايفوريا طول الوقت مش طبيعي. ربنا لما خلق الرجولة في العالم خلقها في الرجل المصري جد فرعون. مسميني عدوة الراجل وانا العدوة الراجل، وانا هي بس بقالي 21 سنة منفوخة منه عشان فاكر ان طلع واخد في نفسه وفي درسه وقلم كل ما يروح حتة. اصلا انا لما هسافر بره الستات هتتشعلق فيا وهتسلم لي كل حاجة عندها وهتتجوزني وهتديني كل حاجة، ولما اروح لبنان هيتشعلقوا في دراعي، ولما اروح معرفش فين وهي بنت مصرية تلاقي ده احنا مفيش زينا، ده احنا التاريخ، ده احنا الاسطورة. هننزل الشارع بقى دلوقتي نشوف الستات المصرية بتقول ايه عن الراجل المصري، ونشوف الراجل المصري نفسه بيقول ايه عن نفسه. نظر حضرتك سؤال حضاري. حضاري يعني؟ يعني يقال ان الراجل المصري ليه اسطوره، وفي اي مكان بيروحوا في العالم هو احسن راجل، والجو ده ابويا عايز يتجوزني مصري بس ان هو احسن راجل في العالم. ليه؟ هم اساسهم. ايوه، ايه الاساس جاي منين؟ جاي من العظمه بتاعت الكبرياء بتاعت المصري نفسه. المصري اساسه الكبرياء، و يعني هو من صغره وهو متربي على كده. طب يعني لو عايزين نقول للراجل المصري ولا الغربي احسن؟ المصري طبعا. ليه بقى؟ ايه اللي مخليه احسن من الغربي؟ احنا طلعنا عرفنا ان اهالينا كانوا الناس فراعنه، ناس اللي هم يعني التاريخ، يعني موجود الفرعون في حياتي 7000 سنه، هو اللي اداني الثقه دي. اساس البلد. يا عم الحاج الله يسترك نورني، قول لي فهمني، اديني اماره على انجازك كراجل مصري. ليه متفشخر في نفسك كده؟ اصل فرعون تاريخنا هو اللي مقوينا، مقوي قلبنا شويه. ماشي، شكرا قوي. اهلا شكرا. ما كملناش لسه، انت قلتي بابا كان عايز يجوزني راجل زيك. اما سؤال على السريع، هو ليه الراجل المصري شايف نفسه اسطوره؟ هو ده شعب مصر. ده من يعني من اجل الوقت مش من دلوقتي. هو السيد زي ما بيقول. ليه بقى؟ اقول لك، في حته اسمها الشهامه، لما نزلت الاماكن اللي هي بنقول هي الشعبيه، فهماني؟ هتلاقي ان لما بيجي بنت الحته حد بيعكسها الكل بيخاف عليها. تعالي بره. ده في التلفزيون ولا دلوقتي؟ لا انا بقول لك على الواقع. تعالي كده، معلش محترم، يعني انا على ثانيه واحده اقفل الكاميرات دي كلها وانزل الكتف ده واتمشى شويه، ولما حد هيعاكسني هقول لك على حاجه. لا ما عشان ده يبقى انا فينا في قيم واخلاق. دي مش اخلاق. لا هقول لك على حاجه، كوني ان انا اعمل كده معلش، انا ما بش ده لو وقع لوحده يا ستي بلاش انا انزله. انا الصبح لسه ما انا لما ماشي المخزن اديني بقى انا لاي حاجه زي كده واقول لك لو سمحتي بعمل لك كده. طيب حلو، شكرا. بس انا لو بلاش مسك كده كده. مسك كده حياه امي انا مريحاكي. بصي اوريك هريحك اهو اهو، وبتعكس برضه. ايه رايك بقى؟ لا هقول لك على حاجه، مش بتتعكسي، المعاكسه دي حاجه وانا ماشيه في حالي وعايز اشوف شغلي بتقصع ولا بتقطع. لا هقول لك على حاجه، اللي احنا عندنا بيتقصعوا كتير ويتعملوا كتير. انا برجع اقول لك القيم والاخلاق دي بترجع. ما انا مش شايفاها حضرتك، انا بقالي اربع شهور وكله بيتحرش وكله بيشتم وكله بيقل ادبه وكله عايز فلوس وكله عايز يسافر وكله يقول لك لما اسافر بره. ماشي انت بتتكلمي عليه، يعني حضرتك بتتكلمي على حاجات شفتها في افلام، الواقع انا ما شفتش. اثبتوا لي بقى، حد يثبت لي. لا هقول لك اثبت لي. لا معلش. ايه بقى؟ ان الراجل المصري احسن راجل في الدنيا وبيحافظ علينا. ايه اللي طبعا؟ من غير مش محتاجه خلينا يعني. الراجل المصري ليه شايف ان مفيش ارجل منه يعني في العالم؟ ايوه فعلا. ايوه ليه بقى؟ مرض دي يا مرض جد فرعون. يعني احنا ماسكين في عم الفرعون ده بس هو ده الانجاز اللي عملناه في حياتنا كله؟ جد فرعون. ايه سؤال تاني؟ لا هو ده حلو قوي، شكرا. شكرا. النحله بيعكسني على الهواء يا نهار اسود ومنيل. الراجل بيعكسني على الهواء يا نهار اسود ومنيل. عايز
فرخي. ممكن اقعد معاك شويه؟ مفيش طاوله ولا حاجه؟ انتوا ليه كرجاله مصريه يعني لما مؤاخذه من غير ما تزعل واخدين في نفسكم قلم؟ لا احنا لازم ناخد في نفسنا قلم عشان احنا رجاله مصر. رجاله مصريين. طيب ليه ليه ايه اللي لزمه يعني؟ هو كده احنا كده المصريين. ايوه هو كده زياده عن اللزوم. يعني ايه رجاله؟ يعني ايه راجل؟ يعني رجوله وجدعانه وشهامه ونخوه. عملتوا ايه في التاريخ ولا عملتوا ايه في مصر وعملتوا ايه مع الستات ولا عملتوا ايه في اي حاجه عشان خاطر تثبتوا لنا انه لما مؤاخذه ان الرجاله دي يعني تستاهل اللقب ده؟ حرب اكتوبر 73 تثبت ان مصر فيها رجاله. وحضرتك ربنا لما خلق الرجوله في العالم ومع البشر خلقها في الرجل المصري. كل حاجه حلوه وكل معنى للرجوله موجوده في الرجل المصري. للأسف الشديد المشهد اللي شفتوه ده واللي أنا حسيت بيه إنه غرور. واحد التاريخ ساب له حاجات بدل ما يتعلم منها وينفذها ويتواضع، لا قاعد منجعس ومغرور وفاكر إن هو أحسن حاجة في الدنيا وبالتالي بيضر نفسه وبيضر اللي حواليه وممكن يتخانق عشان كرامته وكبريائه وحد هيدوس عليه. اوعى تجيبي سيرة الرجل المصري وممكن أتجاب من شعري. الرسول عليه السلام قال خدوا من خير أجناد الجنود الأرض الجند المصري. هتلر قال اديني الجيش المصري ونغزو بيه العالم. ده معناه إيه؟ أي امرأة في الدنيا في العالم ده كله تقعد مع رجل مصري بتسلم. بتسلم ايه شباب؟ يعني مفيش، بتيجي من روسيا، بتيجي من كرواتيا، بتيجي من العالم كله، بتيجي من المانيا، بتيجي من ايطاليا، بتيجي من لندن اللي بتقول عليهم باردين. يعني نسوان العالم كلهم بيجوا لكم من كل حته عشان تتكلموا مع الراجل المصري على ايه؟ بيموت ما تعرفيش على ايه؟ ده حاجه ربان. ممكن تبقى شكله مش حلو بس تموت فيه. انتوا شايفين كده؟ انتوا يعني مقتنعين بكده؟ لا ده مش مقتنع، ده واقع. ده واقع طبعا. هاتيلي علميا مثبوت الكلام. اعملي بقى الحوار ده مع اي امراه في العالم كله هتقول لك رجل مصري. لا في العالم بره هتقول لك رجل مصري. ده خايفين على بنات روسيا هناك عشان فريق مصر راح هناك. مش قادرين هيك توصل. انت بعد الحوار ده هتقول انت مين؟ انا معجبه بيك وعايزاك. حتى انت لو قعدت اتكلم معاك شويه هتسلمي. نهار اسود ومنيل وانا بصور وجايبه معايا كاميرات قد كده و15 راجل واقفين حواليا وعمالين بنشتغل، يعني فعلا عايزين نعمل حاجه بنشتغل، لكن برضه مفيش فايده. اللي هو انت الاماره اللي بتديها لي ايه؟ ان تاريخك فرعون وبتعاكس ده اللي موجود؟ غرورك وصلك لكده؟ يا راجل اختشي على سنك. ما سمعة الامرأة المتحررة اللي بتكره الرجل المصري وعدوة الرجل وجاية تمثل فيلم بقى عدوة الرجل بارت 2 والجو ده كله، نزلت اهو الشارع عشان خاطر اشوف الرجل المصري بيفكر ازاي وانجازاته ايه ويعني والحلو اللي فيه ايه، عشان خاطر يعني اكيد مش عايز السمعة دي تلزق لي بالذات ان انا لسه ما قعدتلكوا كده. قلت لنفسي طب امشي شوية كده شوف الشباب بيفكروا ازاي، ما يمكن الكبار دول يعني ربنا يخليهم يعني بس واخدهم العنجهية شوي، يمكن الشباب بتاع الجيل دلوقتي مخه اختلف. رد فعل الشباب كان منقسم وهنشوفه بعد الفاصل. من مصر اقوى واحد يعني مفيش حد. حضرتك 7000 سنه هرم تاريخ. سايلنس سايلنس سايلنس. غروان ده شايف نفسه عليا. بقول لك ايه؟ سؤال ممكن اسالك سؤال؟ لا هو انا بجد مصر بتعكس من الكبار ليه؟ انت لو سافرت بره شايف ان الستات بره هتتقبلك ازاي؟ لو عايز تتجوز من بره يعني هيتهافتوا عليك ولا هيبقى؟ اكيد طبعا. بيتفاعل مع بعض الشباب اللي هو بياخد الموضوع على كرامته زياده عن اللزوم. الراجل المصري ليه شايف ان هو احسن راجل في الدنيا؟ بأمارة ايه؟ عشان المصري اقوى واحد يعني مفيش حد. بيه؟ كفايه ان احنا عندنا القانون. عندنا مين؟ القانون.
قولي لي الراجل المصري شايف ان هو احسن راجل في الدنيا على ايه؟ الفراعنه. نعم احنا الفراعنه. انا فرعنه. طب انت عملت ايه مع الفرعون يعني؟ درست 7000 سنه هرم تاريخ. سيبك من العك اللي احنا فيه حاليا، بس احنا كويسين لحد يعني دلوقتي. التاريخ يعني حضارتنا هي اللي مصب، هي الظهره الحاجه الوحيده اللي باقيه لنا. الحاجه الوحيده اللي انت بس فيها حضرتي. ده انجازاتك وقفت من 1700 وخشبه يا معلم لما سبتها مع الفرعون. اتعلم. طب شوف الفرعون الاماره اللي سابها لك، خد منها الحكمه ونفذها، وبعدين اتكلم على انجازاتك. البروسيس دي لما تبدا تاخد الحكمه وتنفذها لوحدك، الاجتهاد لوحده هيخليك متواضع، مش هتتكلم، مش هتضطر انك تبقى عايز تسمع انك اكتر راجل حلو في الدنيا واحسن راجل في الدنيا. يعني هم بيقولوا ان هم لما يسافروا باي حته الستات كلها هترمي نفسها عليهم الحاجات دي. لا لا خالص، مش غيرهم خالص خالص. احنا اساسا قلبنا اقوى منهم. انا عايزه اشوف بس هيعترف ولا لا. بتعمل ايه في حياتك؟ انا عندي هدف وعندي رؤيه وعندي حلم و ايه عايز اوصل في حاجه كبيره جدا في الماركتنج، واكون رائد على السوشيال ميديا، اكون رقم واحد. ما بقبلش ان انا اكون رقم اتنين. بتحط كام ساعه في شغلك؟ ممكن 3 ساعات 4 ساعات على حسب المجهود اللي انا هديه. ساعات وعايز تبقى رائد فضاء؟ لا لا مش فكره الوقت. لا لا لحظه لا استنى بس. 3 ساعات وفاكر نفسك هتمسك السوشيال ميديا؟ هقول لك على حاجه بصراحه فيها ده قعد سنتين عشان خاطر الفيديو بتاعي متوقع. سايلنس نفسك المايك بعد كده. شفت الغرور؟ الواد ده شايف نفسه عليا. انت فاكر ان الكلام ده عضلات والعضلات اللي انت بتنفخها هتعرف تمسك السوشيال ميديا؟ لا مش بالعضلات والله. امال ايه؟ ما انت عايز عم باللب. طب العيال دي هتتعامل معاهم ازاي؟ هتعامل مع الجيل ده ازاي؟ الحاله بانت اهو دلوقتي جاي يقول لك انا برنس في نفسي وزي الفل 3 ساعات و لا لازم تحط مجهود اكتر من كده. انا ناجح جدا، خلي بالك ناجح جدا جدا ان شاء الله. ومن الاخر انت كراجل مصري دلوقتي شايف الغرور شايفه ازاي؟ دي حاجه تاريخيه طبعا، مساله الغرور راجل مصري شايف نفسه تاريخيه. يعني حاجه كمان مرتبطه بافلام السينما والسيد والجو ده. اوكي بس السينما سبب هو جزء كمان من الثقافه العربيه، يعني الثقافه البدويه كلها بشكل عام اللي بتبص الراجل ان هو دايما السند والكبير والمفروض انه يقول الكلمه والست تمشي على مزاجه وخلاص. كان هي في نظري هي افكار لها علاقه بخرافات اكتر منها حاجه حقيقيه. يعني انت فعلا معترف ان احنا عايشين في مجتمع للاسف الشديد مذكوري ومشوه؟ دي حقيقة. شكرا شكرا. ده انت على راسي، ده انت الهيرو بتاعي، ده انت كده قدوتي. لو احنا دلوقتي كمؤرخ وبيكتب بسم الله الرحمن الرحيم الراجل المصري عمل ايه؟ احنا حجم اسهامنا التاريخي ايه؟ لا شيء. حجم اسهامنا في الفن، في الثقافه، في الادب، في العلم ايه؟ لا شيء. احنا شعب اصبح مستهلك فقط، بيستهلك كل شيء من الخارج، ما بيعملش حاجه. احنا بس شاطرين في الكلام قوي، فيمكن دي اعظم انجازاتنا. يعني البلد دي من 7000 سنه قدست من ايام الفرعون، لانه هي اللي بيطلع منها الحياه، هي اللي بتجيب الطفل، هي نبع الامومه. يعني الرجاله كانت بتسمع كلام الستات. الست كانت مقدسه عند المصري. مش بس او بيدوا احترام ان هي تكون. شوفي مثلا كل صور المتاحف القديمه والمعابد تلاقي الفرعون وجنبه مراته. شوفي نفرتيتي، شوفي حتشبسوت. الفرعون جنب مراته حاطط ايده على كتفها اللي هو بيحتويها. بالظبط. وخطوه صغيره رجله قدام من باب الامان كبدنيا. أيوة. هو اقوى. بالزبط. لكن هما الاثنين سوا. صح. ده بقى الفرعون اللي هم يعني اسرار جده فرعون. الحضانه ما بتتبناش غير بانها تستوعب كل المخالف ليها وكل اللي الناس ممكن تشوفهم ادنى، هي بتستوعبهم وبتديهم الفرصه. عشان كده المجتمع بيكبر وبيتقدم. زي ما شفتوا الشباب الحمد لله واقعي، في منه الواقعي اللي فعلا اعترف لا ليه نكون احسن ناس في العالم، بأمارتي احنا ناس احسن ناس في العالم. وفي الشباب التاني اللي مصمم ان هو احسن حد، ولو جبت سيرتي هزعلك، ولو جبت سيرتي هعورك. انا بنت بلد جايه انكشك عشان عايزه احسن حاجه فيك. وده اللي هنشوفه بعد شويه مع الستات المصريه، رايهم ايه في الرجاله المصريه، ورايهم ايه في احتياجات الرجاله المصريه عشان يبقوا احسن ناس.
الست بتبقى تابع اول بنت بتبقى تابع يا اما لابوها يا اخوها بعد كده بتنتقل سكه الملكيه لجوزها. احنا ما فيش حمايه وسب. لا لا ما فيش يعني حتى لو غلط او عيط ما انا غلطت ايه المشكله خلاص يعني مش هتاسف بقى واقعد ابوس ايدك ورجلك. اساس يعني خروج ادم من الجنه كانت الست. انت بتشتغلي ايه؟ صحفيه. قولي لي غرور الرجاله وصلنا لفين؟ بما انك صحفيه فاكيد عارف يعني شايفه نسبه كبيره. احيانا الراجل بيبقى شايف نفسه في الشغل اكفى لان هو عنده وقت اطول وعنده وقت اكبر ان هو يقعد ويشتغل ويدي وما عندوش بيت ممكن مسؤوليات او كده. لما يجي يتعمل انترفيو مع بنت، طيب انت مخطوبه ولا متجوزه؟ لو انت متجوزه لا يعني يبقى نص احتمال ان هو لا اكتر لان انت هتخلفي فهتقعدي في البيت فخلينا في الرجاله شويه. طب انت مش هتيجي بالليل؟ الراجل هيجي الصبح وبالليل انا عايزه يجي لي الفجر هيجي. بس البنت مش هتقدر تيجي بالليل فبرضه بتبقى فرصها اقل فدي برضه شويه بتغذي غروره. فانا ممكن ابقى عندها امكانياتي بالظبط هي امكانيات زميلي. بس هو ليه اولويه في كل حاجه لمجرد ان هو راجل. في العامل الفيزيولوجي ده مأثر معايا وخليه حاسس ان هو عنده كفاءه احسن. ايوه بالظبط. غروره بيخليه مش عايز يتعلم، مش عايز يحسن من نفسه، مش عايز يعترف ان انا غلطان في حاجه او واحده ست بتعلمه. لا هو مفيش راجل بيتعلم ان هو بيقول ان هو غلطان في حاجه، دي مستحيله. يعني حتى لو غلط او عيط ما انا غلطت ايه المشكله خلاص يعني مش هتاسف بقى واقعد ابوس ايدك ورجلك. لما حد يزعل والله ولا اتضرب ولا اي حاجه لا هم عارفين روح الرياضيه كويسه. شايف الغرور ازاي في الراجل المصري؟ بصي هو مش هنقول ان هو راجل مصري بس خلينا واضحين او العربي بشكل عام هو شايف نتيجه حاجات كتيره قوي ان هو ربنا خلقه درجة اولى وخلقنا ايه بقى ده ايه الحاجات دي والنبي بترجع لزمان قوي التراث قديم عندنا لما قالوا ده ولد اتشد ظهري واتسند فالست هي ولد انت مش عارفاها المثل ده. لا بس هي تانية شايفاها. لما قالوا ده ولد اتشد ظهري واتسند ولما قالوا دي بنايه مالت الحيطان عليا ده مثل مصري قديم بيرسخ ليه الراجل شايف نفسه اعلى من الست. ان الام من هي اول ما بتولد الولد ده بالنسبه لها ظهر وسند ويوي وان البنت كانت عبء عليه. الست بتبقى تابع اول بنت بتبقى تابع يا اما لابوها يا اخوها بعد كده بتنتقل سكه الملكيه لجوزها فما ينفعش تتحرك طول الوقت الا في خلال الراجل. لو حبت تكسر اي تابو من دول او قيد منهم ده بتبقى متمردة. ما احنا كده ستات متمردات على المجتمع جدا مالناش اي 30 لازمة. لا احنا متمردات ده هم بيخافوا مننا عشان احنا متمردات. الراجل بيخاف من الست القوية والذكية بس الست بقى صحفية وإعلامية والناس اللي صوتهم عالي في الحريم بالظبط احنا هنبهدلهم بقى ومش هنبقى تحت طحهم. يعني انا عايزة ابرز او ابين انه الغرور دايما بيخلي الواحد ما يعرفش يتعلم، ما يعرفش يقول انا غلطان انا اسف انا هتراجع انا هتعلم من واحدة ست. اللي بتربيه واحدة ست اللي خليته راجل يروح يكلم الامهات بالظبط طول الوقت ربيته ان هو فعلا يحترم الانثى كان هي نصه التاني او كان هي يعني مش اقل منه درجه مش تابع ليه كائن مستقل بذاته يعني بغض النظر عن النوع انسان زيك على فكره تحس وعندها مشاعر ويوي هيبقى حياه الطف لكن هم طول الوقت شايفين ان هم حد زعلان ولا هم كلهم زعلانين. مين انت زعلان؟ ليه زعلان ليه؟ تعالى لان اساس يعني خروج ادم من الجنه كانت الست. ده بناء على انت اتخلقت حضرتك عشان حضرتك تقعدي في البيت معززه. انا اخدمك. لا مش تخدمي انت بتخدمي اولادك ما بتخدميش جوزك بتخدمي اولادك. بتطلعي يعني ناس خدامه قاعده في البيت تجيبي النور. لا لا انت بتطلعي ناس بتعلميه دي وظيفتك وطبيعتك في الحياه. مش ان انا عايزه اطلع اشتغل وابقى صحفيه بس ما اثرش في شغل بيتي. بس انتوا الرجاله المصريين واخدين قلم في دراسكم فاكرين نفسكم احسن راجل في الدنيا ولما واحده زي دي تتكلم واحده زيها وانا بعد الحلقه دي هتبهدل وهتضرب احتمال وما تضرب دلوقتي. هدف الحلقه الاساسي ان انا اوضح لك كده احط لك قدام عينك خطوره الغرور لان خطوره الغرور بيخليك للاسف الشديد مش عايز تسعى انك تطور من نفسك ودي حاجه بتاذيك وبتاذينا. تزعلني يا جماعه مني من الكلام ده بصراحه لان هي الازدواجيه مش بس عند الراجل هي عند المجتمع كله. المجتمع كله بس هي مين عمل الازدواجيه؟ طب ماشي ما هي الست وقت ما بتحب بتبقى الحريه ووقت ما بتحب بتبقى لا انت الراجل انت اللي تصرف والمجتمع مين اللي بيقوده على المجتمع بيقول شويه اصلا فمين اللي بيقود يعني بيحط قواعد لا المجتمع دي كانت زمان ايام ما كان في رجاله.
انت بتقول ان مفيش مبقاش فيه راجل او كل واحد مبقاش يعمل دوره الصحيح. ما بقاش إيه حد يعني يعمل دوره الراجل. الراجل لا الراجل ده حاجات كتير قوي الحمايه إيه؟ واحنا عندنا كده دلوقتي لا احنا مفيش حمايه وسند. لا لا مفيش. انا طول عمري ابويا يقول لي الراجل المصري الراجل وشهامه يعني بقى 21 سنه عمال يسمعني الكلمتين دول. ولما جيت مصر شهامه وجدع. احنا ما بنطلبش مساواه يا جماعه والله احنا بنطلب عداله. في فرق ما بين المساواه والعداله. احنا عايزين عداله. عايزين نعرف ايه حقوقنا وايه واجباتنا. احنا عارفين طب الكلام ده لما واحده ست تزحها وواحده ست تقولها هيقول لك حقوق المراه وبيكاكو. ايوه سيبوهم. انتوا عايزين مساواه مش عايزين مساواه عايزين عداله. افهموا الفرق ما بين المساواه والعداله. ليه الرجاله المصريه مغروره؟ والله دي يمكن ترجع تبقى حاجات يعني بتبان في شريحه كبيره جدا في محاوله لتعويض نقص كبير. يعني هو مش عارف يعيش حياته مش عارف يشتغل شغلانه واحده مثلا ويكفي نفسه فبيحاول يعوض في حاجات تانية ان هو يتحكم ان هو يسيطر ان هو يبقى له الايد العليا. نقدر نقول ان هم مغرورين عشان عندهم نقص. اكيد ما حدش بيبقى مغرور اللي هو عنده نقص. يعني فعلا المجتمع المصري بيعاني من ازمه سيطرة الذكورية سيطرة الراجل غرور الراجل الكلام ده كله كتير. ده حقيقي انت كراجل بتعترف بكده اكيد. انا افتكر مثلا في واحده صديقتي في يوم من الايام في واحد طلع عليها اشاعه ان هي على علاقه بيه وده ما حصلش. فهي طبعا لو قعدت تنفي من هنا للصبح الموضوع ده الناس بتحب تاخده دايما من وجهه نظر الاقوى ان الراجل هو الاقوى والست هي الاضعف. فراح جايه اسعفها عليها ان هي تقول اه فعلا كان في بينا علاقه بس هو ما بيعرفش. قلبت الآية تماما. قلبت الآية عشان خاطر تقول كده. انواع المقاومة يعني انت زي ما انت بتكذب انا هكذب بس سلاح. وحياتها كانت عاملة ازاي؟ لا بالعكس حياتها ماشية تمام يعني مفيش أي مشكلة. الناس اللي عارفينها عارفين ده يعني كله. يعني هي قالت خلاص بقى نجيبها من زاوية تانية استراتيجية تانية. بالظبط. ماشي عشان تقدر انت كده كده انتوا مصدقين الكذبة. طب يلا. فعلا يا ريت كل البنات تاخد موقف. لا يا ريت يبقى في تصعيد وكل البنات تاخد موقف بأي شكل من الأشكال. انت مصري؟ منين حضرتك؟ من الكويت. اهلا بيك قررت كده برضه. طب بقول لك ايه؟ انت بما انك هنا في مصر احنا عندنا انا شخصيا عندي مشكله. الراجل المصري ليه شايف نفسه احسن راجل في الدنيا؟ يستاهل. لا والله يستاهل. انا جاي مصر هنا. ضعيف لا يحضر. لا 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 انا جاي مصر هنا عشان اصدقائي يعني اصدقائي المصريين. يستاهل ان هو يقول ان هو احسن راجل في الدنيا؟ كل واحد شايف نفسه انه هو احسن واحد يعني. بس انت قلت يستاهل. يستاهل ليه؟ يستاهل جاي مصر عشان اصدقائك. قلبه ابيض والله. والله قلبه ابيض والله. لما يجي يشتكي لي عن 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 مراته اقسم بالله قلبه ابيض. يعني انت شايف ان هو قلبه ابيض عشان مراته مبهدله؟ لا 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 هو راجل كويس يعني جدع ويعني يستاهل ان الواحد يصدق. بقى لك كم سنه مع 10 مصريين؟ 31 سنه. ايه اللي يميز الراجل المصري عن الخليجي؟ جدعنه يقف معاك من الصبح لحد الليل. والله معايا لحد خلاص انا اقول بس يعني لف لله محبه ولا لا محبه مفيش مصالح تانية فلوس بتاع لا 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 فلوس ايه انت دبلوماسي لا والله بذمتك لا والله والله كاف بالوجه رايح يشتري لي شاورما على حساب امره صاحبي عشان انت جاي ما لا 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 طب حلو يعني بيعاملوك كويس جدا الراجل الخليجي وكلامه الطيب على الرجاله المصريه وعلى المصريين عامه على راسي. شكرا عشان انت دلوقتي بتدافع عني لحد ما. شكرا انك بتقول ان المصريين فيهم نخوه ورجوله وطيبين والكلام ده كله. واكيد بعد ما هفتح بقي وهقول حاجه سلبيه على الراجل المصري كل الحاجات الحلوه دي هتتنسي اساسي. يعني بقول لكم اهو الراجل بيقول شو ان احنا حلوين وكويسين. انت حلو وكويس بس هتنساها اول ما انفعل. واقول لك بأمارت ايه الستات المصريه عشان هم مؤدبين لما يجوا يطلعوا على الكاميرا لازم يقولوا كلام كويس وممكن ينكشوا بعد كده لكن على الكاميرا هيقولوا كلام كويس. ما عندناش جرأه الخواجه ما عندناش جرأه الامريكان عشان الست المصريه تطلع ايه على الملأ ودي حاجه جميله وانا بحترمها جدا.
ما تاخدش الكلام ده على صدرك، ما تزعلوش، احنا اولاد بلد مع بعض بننكش في بعض، وانا عايزه اشوف المصريين في احسن صوره واحسن حال، خاصه الرجاله. يعني انا ابويا مصري يعني، فاكيد عايزه ابقى دايما فخوره بينا، وعايزه لما اسمع كلمه راجل مصري اقول الله واسخسخ على نفسي كده. لكن دلوقتي كل ما اسمع كلمه الراجل المصري بتعصب. فهنقعد نبرم ونشوف الناس في الشوارع ومشاكلهم والحاجات الحساسه، وممكن تشاركونا، ولو في حاجات غلط احنا عرضناها ولا حاجات لا انتوا مش موافقين عليها نرجع نتناقش فيها تاني وتالت، عشان نعرف نفيد بعض مننا فينا ان شاء الله. سلام. جاي من العظمه بتاعت الكبرياء بتاعت المصري نفسه. المصري اساسه كبرياء و حياه امي. انا مريحكي، بصي هوريك، هريحك اهو اهو، وبتعكس برضه. ايه رايك بقى؟ يعني احنا ماسكين في عم الفرعون ده، بس هو ده الانجاز اللي عملناه في حياتنا كله. عم الفرعون ايه سؤال تاني؟ لا هو ده حلو قوي، شكرا. شكرا. النحله بيعكسني على الهواء يا عريس لبنان. بتيجي من روسيا، بتيجي من كرواتيا، بتيجي من العالم كله، بتيجي من المانيا. على ايه؟ بيموت ما تعرفيش. على ايه؟ ده حاجه ربان. ربنا سايبك. نفسك المايك بعد كده. شفت الغروان ده شايف نفسه عليا؟ من اساس يعني خروج ادم من الجنه كانت الست.